عن مواقع التواصل الاجتماعي والهجمات والبرامج والإعلام والصحافة بشكل كامل، ترى بأنه الإطار التنسيقي هو المسؤول عن قانون الانتخابات، هو بالفعل الإطار مسؤول له كل تحالف بناء إدارة الدولة، هو يريد هذا القانون بهالشكل. كل تحالف إدارة الدولة، ما وصلني أن قائد من قادات تحالف إدارة الدولة رفض، بس قد يكون هو ما عجبه لكنه ما رفض، لو جهة رافضة كان عرفناها. فإذا هي إدارة الدولة هي المسؤولة، يعني مو بس الإدارة الدولة. حتى حلفاء السيد الصدر السابقين ليش ما ينضرون؟ حجومهم باقية، أمورهم باقية، يعني ما راح يضر هذا القانون فقط، هذا القانون ما يضر للمستقلين، لا يضر التيار الصدري ولا الإطار ولا تقدم ولا عزم ولا الأكراد، ما ينضرون، لأن سبقا تنافسنا على نفس القانون وحجومنا ظلت نفسها، وانت تذكر؟ أي. لكن من اللي يتضرر؟ طبعا التيار الصدري كتلة كبيرة حقها موجود، سانت ليغو ولا غير سانت ليغو هي موجودة، حضورها كأكبر كتلة موجودة بشرية يعني متماسكة بلون واحد. طيب اللي يضرر هم المستقلين، ولذلك المستقلون الآن في البرلمان هم الذين يقودون المعارضة لهذا القانون. وبالإضافة إلى إسناد شعبي على هذا الحراك، يعني ما شفت الإسناد الشعبي القوي لحد الآن، يعني ممكن مجاميع تابعة لهذا المستقل أو ذاك، ما رد فعل مو ذاك، أما رد فعل ورقي إيه. طيب 1.7 ل 1.9 راح يمشي، أنا أعتقد هم الآن حاليا يقولون 1.9، بس أعتقد 1.7 أهون. أهون؟ إيه، يعطي شوية مجال للكتل الأقل الأصغر، اللي هي الكتل الجديدة الناشئة. طيب شنو الحل للمستقلين وجهة نظرك؟ أنت بالسياسة من 2003 لحد هذه اللحظة وخضت هواي انتخابات. بصراحة يعني مستقل لحد الآن ما أعرف تعريفه شنو. أنت مستقل وحدك جاي وتلوي إيد أحزاب، شلون حجي؟ ليش مو الحزب يلويك؟ مثل ما أنت تلوي الحزب يلويك، ياهو الأقوى. فلو شكلون حزب تيار مستقل، التيار الوطني المستقل، مو احنا شكلنا بال 2010 ما نجحنا، خلاص يجتمعون معا ويقدر يسابقون مع باقي الكتل بالسانت ليغو أيضا. أما يبقون كل واحد يريد يصعد، وبالتالي بالبرلمان 16,000 رأي، وتعال لنا ننقر قرار لازم نقنعنا، يصير فوضى.